ذكر حجاج الأندلس خبر وفاة العالم عبد الملك بن حبيب بن سليمان القرطبي، عالم بالتاريخ والأدب من فقهاء المالكية، نقل في عدة بلدان طلبا للعلم، له تصانيف تزيد عن 1000، منها حروب الإسلام، طبقات الفقهاء والتابعين، طبقات المحدثين، تفسير موطأ مالك، والواضحة، وغيرها الكثير. توفي بقرطبة عن عمر ناهز 63 سنة.